أزيد من 28 ألف منصب مفتوح يتنافس عليه المترشحون في المسابقة الكتابية المتعلقة بتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، آملين في الظفر بمنصب في سلك التعليم. المناسبة كانت لنا فرصة للتقرب من أحد المترشحين لرصد انطباعاتهم حول المواضيع المقترحة في المسابقة. عندي 5 سنين ملي جبت لا ليسونس، دوكا نشفع على مات تاع تيرمينال ولا بروميير اني دوزيام اني ما نشفعش عليها. تسمى قيس ما ريفيزينا شوية شوية ودخلنا جوزنا. صافا كلش جاز بيان داخل. الحمد لله. المواضيع اللي جوزناها دوكا يعني الحمد لله كانت لاباس بها، ماشي حاجة كبيرة ولا زعما حاجة في متناول الجميع. المسابقة التي انطلقت اليوم عبر التراب الوطني شارك بها حوالي 1 مليون مترشح حاصل على شهادات جامعية، من بينهم 35 ألف أستاذ متعاقد، ويتوزع هؤلاء على 1974 مركز امتحان. المسابقة تعقد في سياق شهد موجة من الاحتجاجات قام بها الأساتذة المتعاقدين المطالبين بالإدماج المباشر. كاين ناس مقراو 5 سنين 6 سنين معذورين باش يديروا احتجاجات، انا قريت عام ما نقارنش روحي بهم. 5 سنوات خبره في نعم في ميدان التربيه والتعليم، استاذه مدرسه ابتدائيه متعاقده. ما نقدرش نعطيو معيار الى استاذ الى يقدر يجاوب عليها معناتها راه استاذ كفء، لان التدريس فن، تدريس فن فن، والتدريس في الميدان والتدريس خبره. تدريس ماهوش تجاوب لي على سؤال كيما هذا معناتها تقدر تقسم فيه 40 واحد، من المستحيل. سيخضع الأساتذة الناجحون في المسابقة ابتداء من شهر جويليا إلى دورات تكوينية لتلقين مختلف المناهج البيداغوجية.